السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. زيارة مفاجئة جدا جدا من دنيا وايمي للمقابر في يعني وقت متأخر جدا، ولكنهم حرصوا ان هم يروحوا في الوقت ده. لسه من اقل من ساعة كانوا متواجدين امام المقابر في حالة من الحزن الشديد. هنشوف عملوا ايه، ويا ترى ايه الموقع اللي كان مترصد ليهم في وقت الزيارة، ووضعهم بعد وفاة دلال عبد العزيز، ووضعهم الفني والسينمائي، ووصية الفنانة دلال عبد العزيز اللي هم بيعملوا على تنفيذها الان. في البداية زي ما تعودنا يا ريت نوحد الله ونصلي على رسولنا عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا لكل أجل كتاب. أنا يعني هي توفت والفنان سمير غانم توفى، فده عمرهم، وأكيد الحياة بتمشي ما بتوقفش على أي حد. أكيد الوجع صعب والفراق صعب، ولكن هو ده وضعهم، وربنا بيخلق من الابتلاء حاجة حلوة. أنا قبل ما أكمل كلامي، اللي مش عايز يكمل الفيديو على راسي من فوق، لان اول ما ناس ساعات بتسمعني: هو انت بتحاسبيهم؟ هو انت مفتي؟ هو انت احسن منهم؟ اولا حضراتكم على راسي، انا اقل من اي حد وكلنا خطائين. انا بحكي تفاصيل وضع في ناس بتسأل عنهم وناس مهتمية باخبارهم. شفنا جنازة الفنانة دلال عبد العزيز واللي حدث فيها، واختلاط ستات ورجالة، وانا انتقدت الموضوع ده وما زلت بنتقده، وجملتي دي بالتحديد للناس اللي معترضة على كلامي ان عادي الستات تروح. لا، احنا مش بالنسبة لنا الستات ممنوع تروح المقابر، الرجالة اللي بتروح، والستات بتروح علشان تعزي فقط. حصل صدمة كبيرة جدا لدنيا وإيمي في اول ما دفنوا الفنانة دلال عبد العزيز وراحوا على البيت. مفيش واحدة فيهم راحت على بيتها، كلنا عارفين ان ايمي ليها بيت مع زوجها، ودنيا معاها زوجها في بيت رامي رضوان، لكنهم هم متواجدين في نفس المنزل اللي موجود فيه رحمة الله عليه طبعا، اللي كان متواجد فيه والدهم ووالدتهم، قاعدين في البيت مش عايزين يخرجوا تماما. دنيا بالتحديد وضعها الحمد لله افضل، لكن ايمي معظم الوقت منهارة وقاعدة في نفس الغرفة بتاعت والدها ووالدتها. والكلام ده قاله أخو الفنان سمير غانم في حوار تلفزيوني، هو يعني بيقدر يتكلم شوية عنهم. قال إن وضعهم محتاج الدعاء، خصوصا إنهم قاعدين متواجدين في غرفة والدهم ووالدتهم، مش قادرين يتخيلوا إنهم مش موجودين. ومن أقل من ساعة بالتحديد رامي رضوان ودنيا وإيمي راحوا على المقابر، وكانوا في زيارة للفنان دلال عبد العزيز. يعني أعتقد الوقت يعتبر متأخر، يعني مش وقت صلاة الظهر أو يوم جمعة أو أي حاجة، ولكن هم كانوا مشتاقين جدا إن هم يروحوا. وترصدت بعض الكاميرات اللي هم دايما واقفين لدنيا وإيمي على أي خطوة بيخطوها، علشان إنهم فنانين وإنهم أولاد فنانين ويعرفوا إيه اللي حصل. بالتحديد تم إن هم راحوا كانوا في حالة من الحزن الشديد جدا جدا، كانوا بيحاولوا يتمسكوا رامي رضوان ودنيا وحسن وأيضا كمان إيمي. بالمناسبة بمناسبة الصورة دي يا جماعة، الفنانة ميرفت أمين في حالة يرسلة، وضعها الصحي صعب جدا، وبنتها منت الله قالت على صفحتها: والدتي بقت مكسورة وضعيفة ووضعها الصحي ميؤوس منه، وهي حاليا متواجدة في المستشفى. طبعا كلنا بندعي لها وباسم أسرة القناة وكل محبينها بندعي لها ان ربنا يعدي الوقت على خير، على الرغم ان ناس كتيرة جدا بيقولوا ان هي اللي عليها الدور وانها اللي هتتوفى. يا جماعة احنا مالنا، دي حاجة بتاعت ربنا، احنا اللي هنقول مين هيموت. ما يمكن انا اللي بتكلم، انا اللي مقدرش اكمل الفيديو. الاعمار بيد الله ولكل اجل كتاب. الموضوع بتاع اعتزالهم الفن والتمثيل يا جماعة، في حوارات كتيرة جدا حصلت على السوشيال ميديا انهم اعتزلوا التمثيل، لكن واحنا كمان توقعنا انها تعتزلوا التمثيل بعد المواقف اللي حصلت. كلنا ما بيحصل لنا موقف معين ممكن يعني نغير حاجات، خصوصا لو ان الحاجات دي فيها شبهة من الحرام. انا برضو ما بقولش حلال وحرام، ولكن ايا كان ان هم يكونوا بيمثلوا، في اكيد في حاجات عليها 100 علامة استفهام.
لكن تبين من الأمر إنها فعلا دنيا وإيمي مش هيعتزلوا التمثيل ولكن أجلوا كل المشاريع الفنية. واللي قال الكلام ده المنتج بتاع مسلسل دنيا اللي كان المفروض هيتعرض في رمضان الماضي ولكن تم تأجيله بسبب إصابتهم بفيروس كورونا. طلع وصرح خصوصا إن في شائعات طلعت إن هم هيكملوا كملوا تصوير المسلسل خلال الأيام اللي جاي. قال عيب تقولوا الكلام ده، دنيا أجلت المسلسل لوقت لاحق ولكن لم تعتزل، واحنا مش جبنا واحدة تانية غيرها، هي اللي هتكمل الدور وهي اللي هتمثله. وده بيأكد انهم لسه متمسكين بالفن وبالتمثيل. وايضا موضوع الحجاب اللي شغل الرأي العام كتير جدا، وجريدة الوطن اتكلمت في الموضوع ده، قالوا انها برضو ما تحجبوش. وده شفناه عند المقابر يوم الجمعة ويوم السبت، واليوم كانوا برضو رايحين وعند المقابر وما كانوش محجبين ولا حاجة، وبوضعهم العادي ان هم بالفعل مش محجبين. والفنانة الكبيرة رحمة الله عليها دلال عبد العزيز توفت بدون حجاب، وأيضا الفنان سمير غانم مش كان من مؤيدين الحجاب للأسف طبعا، وكان قبل كده الفنانة دلال عبد العزيز حاولت تتحجب ولكن هو اعترض وقال إن المحجبين بتكون يعني فرصة إنهم يمثلوا بتكون أقل. طبعا هو ملناش نحاسبه، ملناش أي حاجة، هو عند ربنا، وإن شاء الله يمكن بينه وبين ربنا عمار، وإن شاء الله ربك غفور رحيم. لكن وصية الفنانة دلال عبد العزيز اللي رجعت ناس كتير تتكلم فيها، وبالفعل تم الإعلان عنها من الإعلامي رامي رضوان. آخر حاجة قالتها الفنانة دلال عبد العزيز أوصت بإن الشهرية اللي كانت بتطلعها لبعض الناس تفضل مستمرة وإنها ما تتقطعش، وأوصت دنيا وإيمي بالجنازات وإنهم أي في جنازة أو عزاء يكونوا متواجدين فيه ويقفوا مع أي حد من أصدقائهم أو أي حد يكون محتاج. وأيضا أوصتهم إن زيارة المرضى زي ما كانت دايما بتعمل الفنانة دلال عبد العزيز قبل وفاتها، كانت من أكتر الناس اللي شفناها في جنازات، وأكتر الواحدة شفناها واقفة مع الناس اللي بيقولوا عليهم كومبارس أو درجة تانية وتالتة في التمثيل. هي كانت بني آدمة جميلة وبجد عندها بنتين جمال جدا، دايما بحس إن فيهم حاجة حلوة غير كل الممثلين وغير الوسط الفني اللي معظمه نفاق وكل واحد بيقول يلا نفسي. بجد بحس ان البنات دي متربيين ووضعهم جميل ومريح قوي للقلب. ربنا ان شاء الله يقف معاهم والفترة اللي هم فيها تعدي على الف خير بايمانهم وبقوتهم. ان شاء الله يكون اللي حصل ده درس كبير هيتعلموا منه، مين معاهم ومين عليهم، من اللي فعلا طلع معدنه اصلي ومين اللي فعلا معدنه صفيح وبان قوي. ويتأكدنا جميعا يعني احنا مش قريبهم وحسينا بالمواقف دي. ربنا معاهم وان شاء الله ادعوا لهم كتير، هم مش عايزين مننا اي حاجة وانا ايضا مش عايزة منكم اي حاجة غير ان انتوا تدعوا لهم وتدعوا لكل مرضانا ان ربنا يشفيهم، وتدعوا لموتانا بالرحمة والمغفرة. انا بشكركم جدا، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.